السلام عليكم ورحمة الله، وياكم الطالب أمين رحمن من جروب جي 3. إن شاء الله اليوم راح نشرح الأسايمنت الخاص بالجروب اللي هو IP version 4 EIGRP. بالبداية راح نشرح عليه بالجانب النظري، وبعدين نشوفه كتطبيق عملي. راح ناخذ فكرة عامة عنه وبعض المصطلحات والترمينولوجي الخاصة بالEIGRP واستخداماته. بالبداية هو مختصر Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. هو قبل الفيرجن الأقدم منه كان Interior Gateway Routing Protocol بدون E، وبعدين ضافوا له Enhanced، سوى عملية تحسين عليه. طبعا هو بروتوكول خاص بشركة سيسكو، هو دايناميك، يعتمد على Link State والDistance Vector. وهذا البروتوكول يعني طبعا هو انتج سنة 1990، بيه نقطتين أساسية تميزه عن بقية البروتوكولات. اولا يعتمد على شغلتين اللي هي الديستنس، اللي يعتمد على شغلتين اللي هي اللينك ديلي واللينك باندوث. هذا الباندوث وهذا اللينك ديلي، هاي الشغلتين الاساسيه يعتمد عليهن، بحيث هذا الراوتر الخيار جيد بحساب المتريك تحديد افضل مسار. وثاني شيء يعتمد على الكونفرجنس، حاله الكونفرجنس، وهسه ان شاء الله راح نشرحها. نجي الاول صفة بي اللي هو من راح اقول له شو اي بي روت، راح يقول لي حرف دي قبل الاي اي جي ار بي. وطبعا احنا ليش ما نقول انه حرف اي بالبداية، على اعتبار اول حرف جاي. الاي هو للاكستندد اي اي جي ار بي، بينما الاي اي جي ار بي الديفولت الاعتيادي راح يرمز له بحرف دي. ثاني نقطة الاي دي، الاي دي الادمنستريتف ديستنس الخاص بالاي اي جي ار بي هو 90. بالنسبة للماكس هوب أكاونت النقطة الثالثة، ماكس هوب أكاونت إلى هي 255. وليش 255؟ لأن بالـ AS الـ Autonomous System بالـ EIGRP أقصى شيء عنده هو 255 راوتر. بالنسبة للنقطة الرابعة Different Subnet، بالنسبة Different Subnet هنا بهاي الحالة اللي يختلف عن الريب فيرجن 1، انه الريب فيرجن 1 كان ياخذ الكلاس، يدعم كلاس A و B و C، بينما بال EIGRP راح يدعم Different Subnet Mask. وبما انه هو Different Subnet Mask اذا هو كلاسلس، يعني هذا راح يختلف بيه عن الاي جي ار بي اللي قلنا عليه نظام البروتوكول الاقدم من عنده، كان هو كلاس فول، يدعم كلاس فول، بينما بالانهانسد راح يدعم الكلاسلس. بالنسبه للنقطه السادسه، سيند ابديت وين يو هاف ا تشينج او البارشال ابديت مسج، هنا بهالحاله هو هذا يعني البروتوكول كلش ذكي، راح يسوي ابديت اذا اي تشينج صار عندي، وراح نلاحظ هذا الشيء ان شاء الله بالتطبيق العملي، راح يسوي تغيير مباشر. بهالحالة هو هنا شلون راح يصير هذا التغيير؟ هنا بهالحالة راح يرسل بالنسبة للسند ابديت وين يو هاف ا تشينج البارشال ابديت، راح يرسل فول ابديت مرة واحدة وليس دورين مثل الرب. الرب كان يرسل شنو؟ كل 30 ثانية ابديت اذا صار تغيير بالنيتورك او اذا ما صار. بينما الاي اي جي ار بي راح يرسل مرة واحدة الابديت لما يصير عندي تغيير بالنيتورك، وهذا الارسال راح يصيح له البارشال ابديت. بالنسبة لحالة السبعة اللي هي الكونفيرجنس اللي قلنا هاي اللي تميز الـ EIGRP الكونفيرجنس، هاي حالة الكونفيرجنس راح تكون سريعة، يعني من يصير أي خلل عندي بالنيتورك والـ EIGRP راح رأسا يسوي راوت بديل عن الراوت اللي سقط. بهاي الحالة قدرنا نتخلص من حالة الانفينيت لوب. نجي على النقطة الثامنة واللي تخص الثلاثة راوت تيبل. طبعا هذا الـ EIGRP البروتوكول عنده ثلاثة راوتينج تيبل اللي هي النايبر والتوبولوجي والراوتر تيبل العادي، راوتينج تيبل عادي. هسه نجي على النايبر، النايبر هنا ايش يقصد به؟ النايبر هنا راح يستكشف النايبر اللي حوله، إذا توافقوا بالشروط راح يشتغلون بالـ EIGRP. طبعا اكو شروط تميز لنا النايبر اللي هي حالة الاوثنتيكيشن متطابقة بين الراوترات، ويشتركون بنفس الـ AS اللي هو الاوتونومس سيستم، ويكونون بنفس السبنيت، واكو ماتشنج بين قيم الكي، يعني اكو تشابه بيناتهم. هاي بالنسبة للنايبر، فبهاي الحالة من راح يكونون هم نايبر راح يشتغلون بالـ EIGRP، راح يكونون جدول اللي هو هذا الجدول النايبر تيبل، راح نشوفه ان شاء الله بالتطبيق العملي. طبعا هذا الجدول راح يحوي على معلومات، كل معلومات عن النايبر والسبنيت اللي ينضمون لها والانترفيس اللي يربطون عن طريقها. بالنسبه للراوتر الثاني اللي هو التوبولوجي، التوبولوجي التيبل هذا راح يتكون بعد ما يتاكد الراوتر صاروا نايبر،
هنا بعد عملية التأكد راح يتكون هذا الجدول، راح يبدون يتناقلون الفول أبديت بيناتهم. طبعا الفول أبديت راح يحوي على السبنت وكل المسارات الممكنة لللان الواحد. نجي على آخر شيء الراوت تيبل. الراوت تيبل هذا راح يشوف الراوت الموجود بالتوبولوجي تيبل وراح يختار أفضل مسار ويخزنه بالراوتينج تيبل. هاي بالنسبة للثري تيبل اللي راح يكونها الـ EIGRP. طبعا بالنسبة للنقطة التاسعة من يقول هو سبورت للـ IP و IPX و Apple Talk. بالنسبة للـ IP راح يكون سبورت هذا البروتوكول لجماعة اللينكس والويندو، و IPX لجماعة النوفل والنتور، وجماعة الـ Apple Talk اللي هم الماك. طبعا قبل ما نشرح المعادلة وكيفية حساب المتريك راح نكمل النقاط البقية اللي هي الأوتونومس سيستم والRTP والفيسابل ديستانس. بالنسبة للنقطة رقم 11 اللي هي AS الأوتونومس سيستم. الأوتونومس سيستم لازم الراوترات كلهم مشتركة بنفس الأوتونومس سيستم حتى يقدر يتواصلون، يعني رقم واحد. بهالحالة أقدر أخلي 256 راوتر، لأن عندي الرقم اللي ينطيني هو الرينج من 1 إلى 65535، يعني 2 للأس 16. هذا راح نلاحظه إن شاء الله من خلال تطبيق الإعازة الخاص بالـ EIGRP، راح يطلب من عندي هذا الرقم. هذا رقم كلش مهم. بالنسبة للنقطة 12 اللي هي الـ RTP، هنا بهاي الحالة الـ EIGRP بالسيسكو عنده بروتوكول خاص به اللي هو الـ RTP. الـ RTP شنو؟ Reliable Transmission Protocol. طبعا هاي بعد ما يتم التوافق على انهم هم نايبر يتبادلون معلومات راح يستخدمون هذا البروتوكول RTP، يستعمله بدلا من TCP واليو دي بي. الRTP شنو فكرته؟ فكرة الRTP راح يظل يرسل ابديت من الراوتر واحد الى للراوتر الثاني. ابديت يظل يرسل، واذا ما استلم الثاني راح يكرر الارسال، راح يظل يرسلها الى ان يستلم. هاي فكرة الRTP. بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي هي الفيسابل ديستانس الاف دي والريبورتد ديستانس الار دي. الفيسابل ديستانس يمثل لي قيمة المترك بالراوتر اللي جت من المعلومات عن طريق الابديت، مثلا اللي هي الباند وينث والديلي. وبالنسبة للريبورتد ديستانس الار دي راح يمثل لي قيمة المترك بالراوتر القبل او النيكس هاب راوتر. هنا هسه ان شاء الله راح نشرح المعادلة حساب المترك الخاصة بالاي اي جي ار بي. طبعا هاي المعادلة مكونة من 5 مدخلات اللي هي الباندويث اولا. طبعا هنا عندي بالمتريك الخاص بالـ EIGRP عندنا 5 بارامتر. الخمسة كي، هنا الكي احنا رمز استعملناه، تقدر تستعمل اي رمز. بالنسبة للبي دبليو دي يمثل لي الباند ويث، انطيته كي 1، والديلي الدي راح يمثل لي كي 3. انا فصلتهن هنا وهسه راح نعرف ليش فصلناها. فصلناها لانه انا عندي دائما حالة الديفولت راح ياخذ بس باند ويث وديلي راح يعتمد عليهن. اما بالحالات الاخرى راح يستعمل الار اللي هي الريلايبلتي ينطيها كي 2، والال اللي هي اللود. اللود هنا عندي لودين، واحد بالسيند واحد بالرسيف. وعدي البارامتر الخامس اللي هو الـ MTU اللي يمثل لي الـ Maximum Transmission Unit، طبعا هو 1500 بايت. هاي بالنسبة للبارامتر اللي عندنا. طبعا راح نوضحها إن شاء الله هسه بهذا المخطط كيفية حساب المعادلة. هذا المخطط البسيط راح يوضح لي شلون راح نحسب معادلة المتريك. طبعا عندي هذا المخطط مكون من PCN و5 راوترات اللي هي راوتر 1 2 3 4 5. هنا أنا موضح لي هو الباندويث ماله 100 ميجا والديلي 10. هنا همينا بالنسبة هذا للمسار الأول راح نسميه احنا افتراضيا هذا المسار A المكون من R1 R2 R3 و R4، وبالنسبة للمسار B راح يكون مكون من R1 و R5 و R4. طبعا هنا البي سي اذا ارادت تتصل بالبي سي 2 قلنا هنا هاي عندي هاي الخيارين، يا اما هذا المسار الاي اللي هو من R1 الى R4، واما المسار البي اللي هو من R1 الى R4 عن طريق R5. مبدئيا هسه احنا اذا قلنا نريد نختار افضل مسار، اذا كنا نستعمل مثلا بروتوكول الريب هناك كان ياخذ اكيد، يعني اكيد راح ياخذ المسار الثاني اللي هو R1 R5 R4. ديش راح ياخذ؟ لان هو يعتمد على المينيمم هوب اكاونت، يعني اقل هوب اكاونت، اقل عدد من القفزات يستعمل حتى يقدر يوصل للبي سي الثانية. بينما هنا راح يختلف عندي الوضع. ليش؟ لانه راح يعتمد على المتغيرين اللي هي الباندويث والديلي، وراح يحسبهن من خلال معادلة المتريك.
طبعا هنا الباندويث شلون راح يحسب؟ الباندويث راح ينحسب اقل قيمه باندويث بيهن بذني الراوترات او معدل الباندويث، يعني راح يجمع الباندويث العدي اللي هي 100 هنا 100 هنا 100 هنا ويقسمهن على عددهن ثلاثه وراح يطلع لي الباندويث هو 100، او اذا كان اقل قيمه هم راح ياخذه. بالنسبه للديلي، الديلي راح يحسبه انكريمنت، يعني الديلي راح يجمع الديلي بين الراوتر الاول والثاني والثاني والثالث والثالث والرابع، يعني 10 ب 10 ب 10 وراح يكون النتيجه 30. مخرجات هذه المسارات اللي هي من باندويث مكونه ومن ديلي راح يطبقها وين؟ بالمعادله. المعادله مالتي اللي هي هاي الظاهره امامكم. هاي المعادله شلون راح يطبقها؟ راح ياخذ المسار الاول اللي هو اي، ياخذ القيمتين مال باندويث والديلي. بالنسبه هنا عندي 10 مليون، طبعا ليش هنا استعمل 10 مليون وقسمها على الباندويث؟ هنا حتى يحسب الباندويث بالكيلو بايت بير سكند لازم يقسم على 10 مليون. زائد ان الديلي ليش قسمها على 10؟ هنا لان الانترفيسات مال الراوتر مالتي تحسب بال 10 ملي سكند، فبهالحاله لازم يقسم على هذا العدد. و256 هو الماكسيمم هاب كاونت اللي عندي، راح يطلع لي نتيجة المتريك مثلا مال الحالة الأولى الأي المسار الأول. أطبق نفس الشيء الباندويث والديلي مال المسار الثاني اللي هو البي، وراح يطلع لي همين رقم، أقل رقم بين الاثنين راح ياخذه ويعتمده كمتريك. وهنا بهالحركة من الجانب النظري، إن شاء الله هنا راح نشرح هسه الجانب العملي ونشوف الـ AIGRP شلون راح يشتغل. أنا هنا بنيت التوبولوجي اختصارا للوقت مكونة من 2 PC 2 Switch 3 Router، ودخلت الانترفيسات عليها اللي هو الانترفيس 00 انترفيس 01. هنا راح نشوفه شلون دخلنا الانترفيسات. Show IP Interface Briefly. هنا لاحظ انه انطاني الفاست ايثرنت 00، دخلت له 192.168.1.1 اللي هو هذا الانترفيس، وهنا عندي الفاست ايثرنت 01.192.168.1 اللي هو هذا الانترفيس 01. نفس الحاله كررتها بالنسبه للراوترات البقيه، ايضا ضفت الانترفيسات الخاص بهم مثلا هذا الراوتر، اقول له انيبل ونقول له شو اي بي انترفيس بي ار. هنا هم نفس الشيء انطاني مجرد عمليه ادخال للانترفيس بسيطه، انطاني هنا بال 00 192.168.2.2.2 وهذا ايضا 192.168.3.1، ونفس الشيء بالراوتر الاخير. ضفت الانترفيسات، انا اختصارا للوقت بس حبيت اشوفكم بالاعاز انه شلون دخلت، يعني شلون داخل الانترفيسات عندي بصوره صحيحه، وهسه ان شاء الله راح نشرح الاعاز الاي اي جي ار بي. طبعا هنا حتى نتعرف على الشبكات الدايركتلي كونكتد ندخل على الراوتر، نعطي اعاز شو اي بي روت. هنا طلع لي الشبكات الدايركتلي كونكتد انا راح اتعامل بهم. طبعا كل راوتر راح نعطي الشبكات الدايركتلي كونكتد مالته ونعطيهم بالاي اي جي ار بي وحتى تتعرف ان بقيه الراوترات شلون راح ندخل. طبعا هاي الشبكتين الدايركتلي كونكتد بهذا الراوتر اللي هو راوتر 0 اللي هي 10 و 20، هاي ال 10 هنا وهاي 20. هسه هنا شلون راح نطبق الاعاز مال الاي جي ار بي؟ اقول له configuration config t configuration of one config t configuration terminal. هنا اقول له router اي اي جي ار بي. هنا اذا اقول له انتر بيقول لي invalid command. ليش؟ اذا نعطيه هنا مثلا علامه استفهام يقول لي لان انت ما استعملت الاوتونومس سيستم نمبر. هذا الاوتونومس سيستم نمبر اللي قلنا عليه الرقم جدا مهم، هذا الرقم اللي راح يكون ثابت بين الشبكه بالشبكه اللي عندي بين الراوترات، جدا مهم لازم اخليه من ضمن الايعاز. هذا اللي يسوي لي اياهن، يسوي لي مركزيه بالتوزيع، يعني يسوي ليهن عباره عن جروبات الشبكه. فهنا لازم من اقول له ارجع اعطي مثلا الرقم اللي هو مثلا عندي 100. هنا دخل لي على الكونفجريشن مال الراوتر، فهسه هنا راح ادخل النيتورك عندي مثلا النيتورك النيتورك الثنين اللي شفناهن دايركتلي كونكتد اللي هي 192.168.1.1
عفوا 192.168.1.0. هاي النيتورك الأولى ودخل لها النيتورك الثانية اللي هي .2.0. هنا أنا بهالحالة دخلت أدي النيتوركات اثنيناتهم. هسه أجي على الراوتر الثاني وأسوي نفس العملية. أقول enable configuration terminal from config وأقول الراوتر IGRP نفس الرقم هم من من السيستم نمبر 100 دخلي على الكونفيجريشن. هسه اقول له نتورك اعطي الرقم هنا ايش راح يصير عندي 192.168.168.2.0. شوف رأسا عرفها هذا هو اللي قلنا عليه الفول ابديت، اللي من قلنا انه الاي اي جي ار بي كلش ذكي، اي تغيير راح يصير بالشبكه او اي اضافه راح رأسا يكتشف لي اياها، يقول لي هذا عندك نايبر احنا عن طريق الفاست ايثر نت 0/0. نفس الشيء بالنسبه نكرر الخطوه بالنسبه للشبكه الثالثه اخذها، وهسه راح اوقف الفيديو حتى اسوي نفس الاعاز مال الاي اي جي ار بي للشبكه الرابعه اختصارا للوقت. هنا أنا حتى أتأكد من شغلي والتصاريح يكون صحيح أدخل على البي سي واحد بي سي عفوا بي سي اثنين وراح أسوي بينج المن بينج للحاسب الثاني اللي هي 192.168.1.2. أقول له انتر. شوف هسه جاني رأسا ريبلاي 4 ريبلاي، إذا هذا اتصالي هو صحيح. حتى نيجي هنا نطبق الإعازات حتى نشوف الـ 3 table اللي انبنت بالـ EIGRP. أقول له مثلا show IP route. شوف هنا إيش طلع لي؟ طلع هنا الـ D اللي هي رمز لي بالـ D هو رمز الـ EIGRP مثل ما قلنا، وهنا C اللي هي connected الدايركتلي كونكتد، يعني هنا الريموت اللي صارت من هنا 90 الادمنستريتيف الادمنستريتيف ديستانس هنا وال 3.3.2.8.0 هذا قيمه المتريك، وهنا دا يقول لي انه هاي الشبكات الواحد والاثنين اجتك عن طريق فاست ايثرنت 0/0 فاست ايثرنت 0 هاي اللي هي عن طريق جتني عن طريق اللي هي ريموت عن طريق الاي اي جي ار بي، وهنا دايركتلي كونكتد عن طريق 0/0/0/1. هنا هسه نجي نشوف التيبل النايبر نقول له شو اي بي شو اي بي اي اي جي ار بي نايبر اي اي نايبر. شوف هنا اعطاني النايبر الموجوده اعطاني 192.168.3.1 عن طريق الفاست ايثرنت 0/0 وهاي المعلومات البقيه الخاصه بها اللي هو الهوت تايم مالتي 14 سكند. هاي بالنسبة للنايبر تيبل اللي وضحناه وشرحناه بالجانب النظري، وهنا هسه بقى عندي جدول التوبولوجي تيبل مال التوبولوجي نقول له شو اي بي اي اي جي ار بي توبولوجي هذا جدول التوبولوجي المنطينية رمز بحرف بي. هنا منطل النيتوركات متصلة directly connected، هنا موضح لي والريموت، وهنا موضح لي الاف دي اللي هي الفيسبل ديستانس مالتي. هاي كل ما يخص التيبلات وما يخص اعاز الاي اي جي ار بي. اتمنى الكل يستفادون من هذا الفيديو، شكرا جزيلا والى اللقاء.